سي كريم، كانوا تيتقال بان حديقه عين السبع للحيوانات في الدار البيضاء غتفتح في مارس 2022. الان حنا في مارس 2022 وكما تنشوفوا من وراء ديالك باقي الابواب مغلقه، علاش؟ بالفعل جميع كان ينتظر هذا المرفق انه يتفتتح في وجه الساكنه ديال عين السبع والساكنه البيضاويه بصفه عامه. للاسف ليومنا الحالي لم تكتمل الاشغال به، والمشكله الكبرى هو ان كنا تتعطى واحد الارقام اللي هي يعني مغشوشه، يعني فيها مي تنقولوا اننا وصلنا ل 96% من الاشغال سالات الى اخره. مي الزياره الاخيره ديال السيده العمده ولا هذا اتضح ان يعني كاين حتى شي 60% او 70%، يعني ما زالت تنتظرها مجموعه من الاشغال. كذلك تخسرت 25 مليار 250 مليون ديال الدرهم، ولحد الان غير كافيه لانهاء هذا. اليوم كنا نتمنوا ان المجالس الجماعيه نتكلموا على جيل جديد من المشاريع، لان الناس ما خصهمش غير، حنا عندنا 16 مقاطعه، راه خاص في كل مقاطعه من المقاطعات 16 يكون فيها مرافق ترفيهيه للبيضاويين والبيضاويات يقدروا يخرجوا وليداتهم. للاسف اليوم شركه كازا اميناجمون لم تكن في المستوى ديال الانتظارات والتطلعات، نجحت في مجموعه من المشاريع ولكن انا تنتحمل المسؤوليه ديالي، فشلت في هذا المشروع ديال حديقه الحيوانات عين السبع التي رصدت له اموال كبيره واعتمادات كثيره. وقع المشروع امام صاحب الجلاله سنه 2014، يعني يدخل في المشروع ديال تنميه مدينه الدار البيضاء، خصصت له مبالغ ماليه كبيره جدا، 130 مليون ديال الدرهم من طرف المديريه العامه للجماعات المحليه، 80 مليون ديال الدرهم من جماعه الدار البيضاء، 40 مليون ديال الدرهم من جهه الدار البيضاء ستات. من بين المشاكل اللي تتعرفها حديقه عين السبع حسب ما يقال هو ان المشكل تاع الحيوانات، تم جلب الحيوانات، والحيوانات اللي كانوا في حديقه عين السبع فين مشاو؟ بالنسبه للمشكل ليس المشكل ديال الحيوانات، المشكله ديال الفضاء الذي سيستقبل هذه الحيوانات. اولا ما كايناش مصحه بيطريه مجهزه، كاينه مصحه بيطريه كونستخويت يعني بنيه، ولكن انها غير مجهزه بـ 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 بالادوات اللي خاصها تخدم بهم. الحيوانات اللي كانت هي حيوانات لانها كانت عندها كلفه معيشيه كبيره، ارتأت مجلس المدينه في ذيك الوقت انها تعطيها احدى الحدائق الخاصه في بن سليمان، باش انها على الاقل تهنى من المصاريف ديال الاكل وديال هاد الحيوانات. ولكن المشكله ماشي ديال الحيوانات، لان هناك جمعيه دوليه عالميه ستهب الى الجماعه الدار البيضاء الى هذا الفضاء، تعطيته بليه حيوانات في 45 صنف وعطات يعني الاوكي ديالها وكل شيء، غير انها عندها واحد مجموعه من المعايير لابد ان تستوجب لها هذا الفضاء الذي سيستقبل هذه الحيوانات. ولكن ليومنا الحالي للاسف هذا الفضاء يعني ما غير جاهز لاستقبال الحيوانات. اذا لا بدات الاشغال دابا وتفعلت، لان السيده العمده ولا المكتب المسير ولا المجلس الحالي ينكب على اخراج هذه المشاريع المتعثره في الولايه السابعه، ولكن باش نخرجوا هذه المشاريع وبدينا دابا يعني على الاقل ورصدت، لان دابا هناك خصاص ما يقارب ديال 6 المليار 60 مليون ديال الدرهم، يعني انا ولينا نتكلموا على 31 مليار الحديقه الوطنيه ما لم تصرف عليها هذه المبالغ الهامه. كاين واحد النقاش اخر تيقول بان النوع تاع الحدائق اصبح متجاوز، لان مجموعه من الدول دات واحد جيل جديد من الحدائق تاع الحيوانات، يعني حتى ولو تم افتتاح الحديقه ما غاتشوف هذاك المستوى تاع الحدائق الحيوانات اللي كاينه في دول المجاوره ديالنا. بالنسبه للحديقه هي بالعكس، حنا بغيناها ترتقي الى مستوى عالمي وتكون حدائق يعني في المستوى المطلوب، ولذلك علاش هادشي اللي حنا قلنا انها ما يمكنش لها اليوم تستقبل المواطنين. اولا ما هناك غياب الولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصه، هناك مشاكل ديال الصيانه ديال الاعشاب، هناك عدم
تناسق بين مثلا نتكلموا على منطقة أمريكية، هناك نباتات أمريكية خاصة خاصة تكون تما، الأمريكي مدخل فيما هو إفريقي والإفريقي فيما هو آسيوي، فهناك يعني واحد الخلط. فهذا الصيانة ما كايناش، هذوك البلوعات غير موضوعة في أماكن ديالها الخاصة، هذاك لوطو بلوكون، هذاك الأرض ناض فيها العشب، يعني حالة يعني لا يعني ما تتفرحش بهذا المستوى. الناس اللي تيتسناو البيضاويين هاد السنوات كلها هما تينتظروا، يعني للاسف الا تحلت بهذا المستوى ستسيء الى المشهد ديال تقريبا. شحال تقريبا تاع المده باش تفتح هذه الحديقه؟ هي لان طلقت الاشغال دابا، وهذا الشيء اللي واقف عليه السيده النائب السيده العمده والساده النواب ديالها، على ان المكسب مسير، على ان هاد الحادثه خاصها الى بدينا الاشغال دابا وكملنا الاشغال، يعني على الاقل واحد 6 شهور ولا 7 شهور، يعني تنتكلموا على اواخر 2022 ولا بدايه 2023 عاد يمكن لها جائزه. عاد يجب ضخ مبالغ اضافيه، قلنا واحد 6 المليار باش يمكن لها توجد هاد الحادثه.